من طبرق ينضم إلينا رئيس مركز سيلفيوم للدراسات الدكتور جمال شلوف. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور جمال. بداية، كيف يمكن النظر إلى هذا التأجيل؟ كل الأخبار تتحدث بأنه لمزيد من التشاور ولانتظار كلمة لربما واستفسارات من قبل عبد الحميد دبيبة، والبعض يتحدث لربما أنه بداية التعطيل خصوصا مع الملاحظات التي وضعها بعض النواب. والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم كانت جلسة مجلس النواب وكانت فيها الكثير من الملاحظات، بالتأكيد تكلموا عن حكومة موسعة، تكلموا عن عدم عدالة بين توزيع المناصب في الوزارات السيادية بين الأقاليم الثلاثة، أيضا تحدثوا بشكل آخر عن عدم رضاهم عدم رضا البعض عن التشكيلة الوزارية بشكل عام، وقالوا أن هناك بعض التحفظات على بعض الوزارات. الأمر الآن في اجتماعات تحدث الآن في هذه اللحظات، وغدا صباحا سيكون رئيس الوزراء موجود في الجلسة للتحدث معه، وأعتقد أن هناك ربما ستحدث بعض الصفقات في تمرير الحكومة. هل من الممكن يعني بعد هذه الاتفاقات والملف اللي بيشهد الكثير من الانتكاسات للعودة إلى الحياة السياسية وممارسة الحياة السياسية وتحديدا المجلس الرئاسي، ولكن البعض يتحدث أيضا عن تضمين الاتفاق السياسي مطالبات قبل الحديث عن منح الثقة، بالإضافة إلى ما ذكرت من ملاحظات من قبل النواب، هل من الممكن أن نتحدث لربما عن تعطيل وعودة إلى مسار جنيف والاتفاق، وبالتالي أيضا عودة إلى عقدة من جديد للحياة السياسية في ليبيا؟ لا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة في تضمين الاتفاق، سواء اتفاق السياسي أو اتفاق جنيف إلى الإعلان الدستوري أولا. لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية هي مساومات من اجل وزارات من بعض النواب، هذه المشكله الرئيسيه للاسف. اما بالنسبه للتضمين، لا اعتقد ان هناك احتراف، الغالبيه يعني يرون ان تضمين الاتفاق مهم جدا لاجل ان يحدد بشكل رئيسي ويضم في الاعلان الدستوري الموعد الجديد للانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام. لكن الموضوع يتعلق بمساومات واستفزاز من بعض النواب لمقابل المناصب مقابل الأصوات. أشكرك على هذه المشاركة من طبرق، كنت معنا رئيس مركز سيلفيوم للدراسات الدكتور جمال شلوف.